الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعتهم بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، حديث اليوم عن فضل يوم وصلاة الجمعة. ولا أريد أن أعيد، لكن هذا هو الحديث، فأردت أن أقبس شهابا من كلام المفسرين حول فضل يوم الجمعة. أيها الإخوة الأكارم، ماذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في صباح يوم الجمعة في صلاة الفجر؟ ماذا سن لنا؟ سن النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أن يقرأ في صباح يوم الجمعة في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية أن يقرأ سورة الإنسان، أو تسمى سورة الدهر أيضا. فلما سن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى في صباح يوم الجمعة، وفي الركعة الثانية أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية سورة الإنسان، أن يقرأ السورتين كاملتين؟ ولقد أكد على هذه السنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فسن للإمام في صباح يوم الجمعة أن يحافظ على قراءة هاتين السورتين الكريمتين. تعالوا بنا إلى بداية هاتين السورتين. أولا، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يوم خلق الله فيه آدم، وفيه أدخله الله الجنة، وفيه الصعقة، وفيه النفخة إلى آخره. لكن قال صلى الله عليه وسلم: يوم خلق فيه آدم، خلق فيه آدم. والآية أو في بدايات سورة السجدة قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم في سورة الإنسان أو الدهر قال تعالى: هل أتى على الإنسان، في الآية الأولى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني أين كنا قبل 100 عام؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أرأيتم إلى بداية هذه السورة التي سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، سن للإمام أن يقرأ في صباح يوم الجمعة، بل جاء في بعض الأحاديث: ما حسبت أحدا شهدها، يعني صباح فجر الجمعة، يعني صباح فجر الجمعة، ما حسبت أحدا، صلاة فجر الجمعة جماعة، ما حسبت أحدا شهدها إلا بات مغفورا له. فقال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كما ذكرت لكم، أين كنا قبل 100 عام؟ لم يكن يعني شيئا مذكورا أصلا.
وبعد 100 عام إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأخذ شيئا من ريقه الشريف ووضعه على كفه الشريفة وقال من مثل هذا خلق الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ هذا الذي يتكبر ويتجبر ويأكل حقوق الناس ويظلم الناس، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. قال تعالى ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. فالإنسان ينبغي عليه إذا أراد أن يتفيأ ظلال يوم الجمعة ينبغي أن يتذكر أن في هذا اليوم خلق، وفي هذا اليوم كما جاء في الحديث الصحيح تقوم الساعة، وهذا اليوم العظيم ضل عنه الآخرون وهدى الله إليه المسلمين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كما في آخر سورة الجمعة إذا نودي للصلاة، وقال ابن مسعود إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. لماذا؟ قال لأن فيها أمرا تؤمر به أو نهيا تنهى عنه. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. لاحظوا إخواني فاسعوا إلى ذكر الله، ليس المقصود هنا الركض أو الهرولة، المقصود هنا المسارعة القلبية، المسارعة النفسية. وليس المقصود أن يبقى الإنسان قابعا على شاطئ البحر يمتع ناظريه بالحرام، وليس المقصود أن يسمع الأذان ويقول أنا أريد أن أصلي على الراديو أو على التلفاز ثم بعد ذلك يرفع كفيه إلى السماء يؤمن على دعاء الإمام وهو يسمعه من خلال المذياع أو التلفاز وهو قابع في بيته أو على شاطئه أو في رحلته. صلاة الجمعة تسقط عن المسافر، أنا لا أتحدث عن أصحاب الأعذار، أنا أتحدث عن الذي يجلس في بيته ويسمع النداء، والعياذ بالله كما جاء في الحديث الصحيح من ترك 3 جمع متتابعات من غير عذر، ما في عذر. فقط مرة أحدهم قال يعني ليس عنده قابلية، ليس عنده نفس بأن يأتي إلى المسجد لأن بعض المصلين مرضى ولأن بعض المصلين رائحتهم تزكم أنفه فلا يريد أن يلوث مكانته السامقة الباسقة فيترك الصلاة والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع متتابعات من غير عذر طبع على قلبه بطابع النفاق. ما معنى طبع على قلبه؟ يعني هذا الأمر ينسحب على حياته قسوة في قلبه، لؤما في نفسه، حقدا على الناس. يسمع القرآن لا يلين قلبه، يسمع آيات الله الموعظة لا يلتفت، يا أخي هذا حرام ما في مشكلة، هذا لا يليق بالمسلم ما في مشكلة. لماذا؟ لأن قلبه قاسي، لأن قلبه طبع عليه بطابع النفاق والعياذ بالله، فلا يلتفت لا إلى حلال ولا إلى حرام. فالقضية ليست مرتبطة بأن نسارع إلى صلاة الجمعة، المقصود أن يكون عندك شوق وأن يكون عندك هم وأن يكون عندك مبادرة لصلاة الجمعة. بعض الناس يشتاق إلى يوم الجمعة، يقول لك يا أخي ما أجمل وما أعظم وما أحلى هذا اليوم العظيم، ليس من أجل النزهة فقط وليس من أجل أن يستريح من كد العمل طيلة الأسبوع، لكن يشتاق كيف يغتسل صباح الجمعة، كيف يقرأ سورة الكهف، كيف يعني تكون علاقته مع الله عز وجل فيها روحانية، فيها شوق، فيها رقة قلب، يشتاق إلى يوم الجمعة. ينبغي أن يكون هذه الحال ينبغي أن تكون هي المحرك الأساس لها. هذا معنى فاسعوا إلى ذكر الله. أما الإنسان لما كان يؤذن الظهر الساعة 12:05 نصف المسجد، يعني يخيل إلى الإمام تصح الصلاة ولا تصح الصلاة، نصف المسجد يعني خاوي. لماذا أيها الإخوة؟ لو أن هناك من يوزع عطايا وهناك من يوزع هدايا وأن هناك تنزيلات وأن هناك مهرجانا للأسعار نجد طوابير كثيرة تقف. لماذا من أجل الدين نجعل الدين أقل من الدنيا في نفوسنا؟ لماذا أيها الإخوة؟ مرة دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وجاء متأخرا،
فأخذ يتخطى رقاب الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم أمام الناس: اجلس فقد آذيت وآنيت. ما معنى آذيت؟ يعني آذيت الناس بتخطي الرقاب، وآنيت جئت متأخرا. وهذا يحملنا أن المصلين ينبغي عليه أن يسدوا الفراغ وأن يتركوا المجال حتى يدخل الناس، لكن بيت القصيد في الحديث وآنيت، جئت متأخرا وتريد أن تجلس في الصف الأول، من الذي أعطاك هذا الحق؟ أما قال صلى الله عليه وسلم من كما جاء في بعض الأحاديث من سبق إلى مباح فهو أولى به، يعني إنسان جاء قبلك هو الأولى، من الذي أعطى الحق هذا الرجل أن يأخذ مكان من جاء باكرا؟ أما قال صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل، وفي رواية ومشى ولم يركب، وفي رواية وتطهر وجلس وأنصت للإمام ولم يلغو. هذه حال الذي أراد أن يحصل ثواب يوم الجمعة، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: مكفرات ما بينهن بشرط إذا اجتنبت الكبائر. ومن منا لا يستطيع أن يجتنب الكبائر 7 أيام؟ الحمد لله كلنا إن شاء الله تعالى، يعني إنسان ممكن أن يقع في الصغائر، ممكن أن يعني يكون له هنة، ممكن أن تصيبه غفلة الصالحين، أما أن يفعل الكبائر لا. إذا اجتنب الكبائر قال صلى الله عليه وسلم: مكفرات ما بينهن بين الجمعة، الجمعة إلى الجمعة، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن كيف تصلي الجمعة؟ كيف تصلي الجمعة؟ ينبغي أن تصليها بحال، بشوق، بحب. وبعض المصلين الكرام يقول لك: يا أخي الخطيب الفلاني هو موضوع الخطبة وكذا، أنا أضم صوتي لهذا الرجل الذي أحياناً يقول يسمع مثلاً لحناً في اللغة العربية، يسمع موضوعاً بالنسبة له يعرفه، ما في مشكلة أنت جئت حتى تؤدي الفريضة لأنك تتقرب إلى الله عز وجل. وعندما تأتي إلى المسجد تأتي تعبداً لله عز وجل بقطع النظر عن شيء أعجبك أو لم يعجبك، بمعنى أنت تؤدي عبادة. فهذا الأمر ليس عذراً، ما هو بيت القصيد من هذا المثل، ليس عذراً أن تترك صلاة الجمعة. بعض الناس يصلي على التلفاز، أنا لا أتحدث دعابة ولا رجما بالغيب، قال: يا أخي أنا ما لا أريد أن أسمع هذا الموضوع وكذا إلى آخره. أخي هذه صلاة فرض، يترك صلاة عبداً. فينبغي علينا أيها الإخوة الأكارم أن نقدر يوم الجمعة قدره، هذا أولاً. ثانياً، قال العلماء عندنا 3 دوائر: دائرة كبرى ودائرة وسطى ودائرة صغرى. الدائرة الكبرى هو الاجتماع الأكبر في عرفة، والدائرة الوسطى هو اجتماع يوم الجمعة، والدائرة الصغرى هي صلاة الجماعة. الدائرة الوسطى لها آداب، لها آداب، لها أحوال. يعني أنت إذا أردت أن تذهب إلى اجتماع معين يتعلق بدنياك، هذا مطلوب منك أدباً وذوقاً واجتماعياً وشرعاً أيضاً، أن تأخذ أجمل ثيابك، أن تأخذ كما قال صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة أن يمس من طيب أهله. طيب الأهل يعني أم عن طيب النساء، يعني المقصود هنا أن يمس من طيب أهله. وانظر إلى هذه اللفتة الرائعة من ذوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أن يمس من طيبه أو من طيب أهله. أرأيتم؟ يعني الإسلام دعا أن تكون صاحب ذوق رفيع، أما أن يأتي البعض وقد ملأ بطنه بالفول وأكل البصل والثوم ثم يؤذي الناس، ورائحة ليست من الفم بالمناسبة، رائحة من المعدة، فيؤذي الناس برائحة كريهة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقدمة التي ذكرتها قبل قليل عن عظمة يوم الجمعة وعن نباهة شأنه وشأن يوم الجمعة، مع هذا كله قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين من حيث رائحتهما فلا يقربن مصلانا. أرأيتم؟ يعني مع عظم وعلو كعب هذه الصلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتي إلى المسجد إذا أردت أن تؤذي الناس بالرائحة. رائحة ماذا؟ رائحة الثوم والبصل. وهذه يعني لفتة جميلة من معلم الناس الخير بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إلى أن نكون
يعني مجتمعين. كيف أقف في الصلاة وأبهشم رائحة الجوارب النتنة وأنتم كرامة في موضع سجودي أو بجانبي؟ هذا يؤذيني. وأنا أعرف كثيرا من المصلين الأكارم ترك الصلاة ليس تنكبا للصلاة وليس يعني عدم احترام للصلاة، لكن كان يتأذى. فلماذا أكون أو يكون المسلم العاقل سببا في تنفير المصلين من الصلاة؟ ينبغي أن نأخذ أجمل ثيابنا. أما قال صلى الله عليه وسلم إنكم مقبلون على إخوانكم. انظروا، ووسائل النظافة لم تكن متاحة قبل 1000 عام، قبل أكثر من 1000 عام لم تكن موجودة. كانوا يغتسلون بماذا؟ بالتراب والماء. ما في عندهم الديتول ما أدري كذا، هذه القضايا والروائح الجميلة، لا أبدا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول كنت تشم منا رائحة الضأن. كانوا يعملون براعي الأغنام، فيقول سيدنا أبو موسى كنت تشم منا رائحة الماعز يعني. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اتخذ لصلاته ثوبا له سوى ثوب مهنته، يعني اجعل يوم الجمعة ثوبا خاصا للصلاة حتى لا تؤذي الناس. فنريد أيها الإخوة الأكارم أن نقدر يوم الجمعة قدره، أن نبدأ يوم الجمعة بصلاة الفجر جماعة. صلاة الفجر جماعة آكد في كل الأيام، لكنها آكد ورائعة وتشعر بأثرها طيلة اليوم يوم الجمعة. يوم الجمعة أيها الإخوة صل الفجر في جماعة واسمع سورة السجدة إن قرأ الإمام يعني، أو سورة الإنسان في هذا الصباح الجميل الرائع. الناس تبدأ بفيروز وتبدأ بكذا، ما في يعني، أنا لا أريد أن أدخل في هذه القضية، لكن ما أجمل أن تبدأ يومك بالقرآن، أن تبدأ يومك أن يطرق سمعك، أول ما يطرق سمعك كتاب الله عز وجل. أما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تفتح عينيه، ما أجمل هذا الدين، ما أروع تعاليم هذا الإسلام، عندما يفتح عينيه أول كلمة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله. أول كلمة الحمد لله، الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إليه روحي. لأن النوم موت أيها الإخوة الأكارم، النوم موت مؤقت، وقد عبر القرآن الكريم عن هذا في سورة الزمر، فقال تعالى في آية رائعة الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني الله عز وجل يقبض الأرواح عندما تموت، والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني الموت هو النوم هو موت. قال تعالى فيمسك التي قضى، يعني كتب عليها الموت. كم من إنسان نام ولم يستيقظ؟ قال تعالى فيمسك التي قضى عليها الموت، مات الإنسان نام ولم يستيقظ، ويرسل الأخرى، ويستيقظ الذي أرسل الله روحه، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما أروع هذه الآية، سر الموت لا يعرفه أحد. فأراد الله عز وجل أن تبدأ يومك، يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، تبدأه بذكر الله، أن يطرق سمعك كتاب الله. مباشرة تقوم تتوضأ بعد ذكر الله، تذهب إلى المسجد، تصلي الفجر في جماعة، سبحان الله يومك كله يصير رائعا متفردا متميزا. وإذا الإنسان أخذته سنة من النوم سهرا تعبا، يعني هنا ليس في النوم كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، يعني إنسان نام ما في مشكلة، لكن مع ذلك إذا نام من تعبه ولم يستيقظ، أقول لك اليوم كله معكر. لماذا يا أخي؟ يقول لك ما صليت الفجر اليوم في جماعة، وقد يكون أدرك الفجر لكنه ما صلاه في جماعة، يقول لك اليوم معكر. وهنا لا بأس أن أشير إلى أن أعداء الأمة أحدث من الملذات ومن الملاهي، وخصصوا هذا كله ليوم لليلة يوم الجمعة. يعني سبحان الله، السهرات متى تكون؟ أغلب متى؟ الخميس بالليل ليلة الجمعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على المسلمين أن يحافظوا على فجر يوم الجمعة، أكد عليهم. سبحان الله، السهرات كلها تكون ليلة الجمعة بمناسبة نهاية الأسبوع، عطلة الأسبوع، عندنا السهرة الفلانية.
أنا أتحدث عن يعني إذا كان يسأل في طاعة الله ما في مشكلة، في طلب علم، في حل مشكلة، في قراءة، ومع ذلك كما جاء في الحديث الصحيح كره رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد عشاء لغير حاجة. السمر بعد عشاء، بعد العشاء لغير حاجة. الآن السهرات كلها متى تكون؟ ليلة الجمعة، ويلعبون الورق والنرد. أنا لا أتحدث الآن، لا أريد أن أدخل في حلال حرام، لكن ما أريد أن أقوله الآن قبل الفجر، خاصة الآن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه. الفجر الآن تقام صلاة الساعة 6:05، وقصر نهاره فصامه. نترك هذا كله، يسهرون إلى قبيل صلاة الفجر بنصف ساعة. الملتزمون يقول لك نصلي الفجر. الشيطان عندما يلبس على هؤلاء ماذا يفعلون؟ قبل الفجر يقول أنا أريد أن أنام 5 دقائق، ينام، وسبحان الله متى يأتيه النوم وشدة النعاس؟ متى؟ قبل الفجر، حتى لو كان في الصيف، يعني لو كان يؤذن الفجر 4 أو 6، كلاهما سيان بالنسبة لهذا الذي لا يقدر هذه الأوقات الثمينة جدا. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نريد أن نتذكر يوم الجمعة، أن نتذكره بأن نهيئ السعي له، ليس فقط أن تسارع إلى صلاة الجمعة باكرا، هذا مطلوب، وإنما المقصود أن تحمل شوقا وهما ليوم الجمعة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. لله حمدا كثيرا كما أمر، واشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الساده الخلفاء، الساده الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. واجلس معكم ان شاء الله تعالى بعد الخطبه للاجابه على اسئله الفقهيه، وسيكون حديثنا عن حفظ الامانات، خاصه حفظ السر، حتى نتحدث عن اهميه ومكانه حفظ اسرار الناس. وتوجهوا الى الله تعالى بقلوبكم، واسالوا ربكم حوائجكم انه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته. يا أكرم من سئل، يا أكرم من أعطى وما بخل، بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في كل ما أنعمت به علينا. عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها. يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. برحمتك يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أمن خوفهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا حي ويا قيوم، يا حي ويا قيوم، يا حي ويا قيوم، لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.